Getafe, Ajax, دور اوروبا، اوروبا ليج، شفنا كيفاش ديفيرسون الذي سجل الهدف في الدقيقة 37، شفنا كيفاش رغم ان اياكس وين قدم مباراة كبيرة، اياكس الشوط الاول وين كان مسيطر، الشوط الثاني بالتشكيلة تاعو الشابة، شفنا كيفاش خطافي، شفنا دافيد سيلفا اللي انقذ المرمى تاعو، اللي نقولوا خطافي اللي دخل بخطة ربعة اثنين، شفنا ايريك تيان المدرب تاع اياكس اللي دخل بخطه 4-2-3-1. يعني اياكس شفنا برناو، شفنا كيفاش ديست، شفنا انديسون، شفنا بينلاند، شفنا نيكولاس ليساندرو، شفنا كيفاش فان ديك، شفنا حكيم زياش، شفنا بابل، شفنا دينشون لانينس. يعني من جانب اياكس لاعبين شباب مواهب كبيره، شفنا دافيد سوريا الحارس تاع خطافي اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول الشوط الثاني، شفنا ماتي، شفنا ايتيشيت، شفنا كيفاش داكونوم، شفنا دامين سواريز، شفنا نيوم، شفنا ماورو ماكسيم، شفنا كيفاش ديفينسون المسجل الهدف، شفنا خيمي ماتا كذلك وين كان السم القاتل في الدفاع تاع اياكس. رغم ذلك شفنا كل مدرب كيفاش التغييرات اللي داروهم، شفنا انخيل اللي دخل، انخيل رودريغيز اللي دخل في الشوط الثاني مكان ديفيرسون المسجل الهدف. يعني كانت المباراه كانت شيقه، وين كانت نقولوا باللي كانت مبني اياكس، رغم ان اياكس ما كانش هو السباق في التهديف، لكن شفنا مباراه اياكس وين كان مسيطر في هذه المباراه امام خطافي. خطافي الفريق اللي اصبح عنده شخصيه، اصبح يلعب كره جميله نظيفه، شفنا كيفاش اليوم امام اياكس وين رغم ان اياكس قدم مباراه كبيره، شفنا كيفاش اهداف الشوط الاول الشوط الثاني، شفنا خطافي كيفاش استغل خطا صغير وين سجل الهدف ديفينسون الذي سجله في الدقيقه 37. يعني مباراه كانت مبنيه على جزئيات صغار، وين شفنا كل مدرب يحاول بتغييرات وين يحاول كسب خط وسط ميدان، وشفنا المدرب تاع خطافي كيفاش بدا في تغيير مبكرا في الشوط الثاني. هذه هي المباراه، شفنا كيفاش الاهداف، شفنا كيفاش انتهت المباراه، وين كانت شفنا كيفاش خطافي وين فاز بهدفين لصفر على اياكس، رغم ان اياكس كان مسيطر في المباراه، شفنا كيفاش كينيدي اللي سجل في الدقيقه 93 في الوقت بدل الضائع. هذه هي الخطافي وين اصبح عنده شخصيه كبيره، وين فاز بهدفين لصفر امام اياكس، شفنا الدور الاوروبا الدور 32، يعني خطافي هدفين اياكس صفر. سعيدو.